مراسلنا في صعيد مصر عبد الرحمن القرشي أجرى النهاردة لقاء حصريا مع السيد جان ويلسر نائب رئيس البنك الدولي خلال جولاته بمحافظات جنوب الصعيد قنا الأقصر سوهاج في إطار المباحثات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار منها 280 مليون دولار لصالح محافظة سوهاج و220 مليون دولار لمحافظة قنا. الجولة تأتي بعد موافقة البرلمان بأغلبية على قبول البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص والعام معا وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري في صعيد مصر. لقاء هام وحصري لبرنامج رأي عام على قناة تن أجراه عبد الرحمن القرشي زميلنا في الصعيد، نشوفه مع بعض الآن. السيد يان ويلزر نائب رئيس البنك الدولي للتمويل والتنميه، بنرحب طبعا بالفريق المصاحب للسيد اسعد علام المدير القطري في مصر واليمن وجيبوتي. الحقيقه النهارده طبعا هو زياره سيادته جايه في ضوء طبعا الاتفاقيه بتاع البنك الدولي الخاصه بتنميه جنوب الصعيد سوهاج وقنا بمبلغ 500 مليون دولار وتوقيع الاتفاقيه. في الفعل سيادته جاي طبعا بيتابع هذه على ارض الواقع الاماكن ان شاء الله اللي هيتعمل فيها المشروعات والخطه اللي احنا هنمشي عليها في الفتره اللي جايه، خاصه الاسبوع الجاي هيتم تدشين الفعلي للاتفاقيه. النهارده سيادته ان شاء الله هيزور المنطقه الصناعيه في افت ويشوف المشروعات ويقف على التطورات، لان افت طبعا والمناطق الصناعيه في افت وفي نجع حمادي فو داخله في مشروع الاتفاقيه، والحقيقه احنا هنتناقش فيه كثير من المشروعات اللي هتتم في الفتره القادمه. ان شاء الله بنرحب بسيادته وبنقول اهلا وسهلا وفريق العمل المصاحب ليه واهلا وسهلا. ما هي الرساله التي يود ان يتوجه بها من صعيد مصر حول دعم الاقتصاد المصري، وما رايه في الاصلاحات الاقتصاديه التي قامت بها الحكومه المصريه في الفتره الاخيره، ومتى يشعر المواطن المصري بالتحسن؟ So there are three questions. The first question is how do you perceive the reforms that started taking place in Egypt? And the second question what should be the message that the World Bank would like to convey at that stage? And when would the average citizen start feeling change? Well, first of all, I think you have a reform process that's well entrenched. I think you have seen the impact of the macro policies that the government has implemented that have started having an impact on the economy that is going to help enhance the investment climate overall for Egypt and starting to bring more growth to the economy over time. Now we're in a situation, I think, in the governorate, and I think this is where our support today and our visit here today fits into this, to make sure that the macro conditions translate into new jobs. And into jobs not only in some of the centers of the country, but also in Upper Egypt, and that's really what we expect that will come out of this project as it gets launched in the next few days, and that over the next 2-3 years you will see an impact from the investment that will come into the new zones to strengthen the local economy here and create opportunities for the population to have additional employment and income. ده كان سيد جان ويلسر نائب رئيس البنك الدولي في تصريحات خاصة لبرنامج رأي عام أثناء زيارته للأقصر في إطار جولته في جنوب الصعيد اللي بتشمل الأقصر وسوهاج وقنا، وكان بيتكلم بإيجابية عن المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر. طبعا الزيارة في إطار برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي، وقلنا البنك الدولي بيمول مشروعات في عدة محافظات بيزورها سيد ويلسر.